اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. وجيت استعداد لهم الهديه، كان نفسي اكون موجود معاكم امبارح، لكن يعني كان بصراحه ورا انا عندي اجازتي. اليوم الوحيد اللي بقدر عندي ابحاث وعندي حاجات ناس معطل لهم الدنيا عشان الشغل بتاعي. فيعني بعتذر كان يعني سعيد جدا بوجود حضراتكم ومشرفين الاكاديميه. يعني انا بيزيدني شرف وجود سعاده الدكتور احمد سلامه. اهلا بحضرتك والاكاديميه كلها منوره، وسعيد بالتعاون مع مؤسسه القدر، وان شاء الله يبقى تعاون مثمر. والفكره بتاعه البرنامج التدريبي يعني فكره جميله وفكره تستحق يعني الدعم الكامل من اكاديميه السادات والعلوم الاداريه. احنا في وقت محتاجين البلد فيه تبنى على العلم وتبنى على المعرفه، وده مش هيجي غير بان احنا نهتم جدا بحل جميع المشاكل اللي بتواجه بلادنا عن طريق خطوات التفكير العلمي السليم. يعني كفانا تجريب، احنا مش عاوزين نجرب، احنا عاوزين المهارات بتاعتنا ويخلينا فعلا نحل المشكلات اللي بتواجهنا باسلوب سليم محتاجاه مصر في الظروف الحاليه. فاذا ما كان ان احنا بنعد القاده من خلال شباب زي حضراتكم موجود في الاكاديميه عندنا، ومن خلال محاضرين افاضل هيبداوا يبدوا علمهم ومعرفتهم وخبراتهم لحضراتكم، فده بيزيدنا شرف، وده يعني يؤكد على رساله اكاديميه السادات للعلوم الاداريه في انها بتدعم كل ما يؤدي الى الارتقاء ببلادنا، وان احنا ننافس على المستوى الاقليمي وعلى المستوى العالمي. ده كله مش هيجي الا عن طريق التعليم وعن طريق التدريب. اهم حاجه ان كل واحد يزود الميزه التنافسيه الموجوده عنده، هي دي اللي هتخليه يشعر بقيمته في المجتمع. كل انسان اللي بيفرقه عن التاني هي الميزه التنافسيه الموجوده عنده. انا بروح اتعلم حاجه زياده عشان ابقى مميز في المجال ده. اذا كان كده فنتنافس جميعا في ذلك، ان احنا عاوزين يبقى عندنا كم من المزايا التنافسيه اللي بنستثمر فيها نفسنا عشان يبقى لينا قيمه في مجتمعنا. هو ده اللي انا يعني عاوز اكد عليه. انا يعني النهارده كان نفسي احضر مع حضرتك، والله المحاضره كان شرفني، ولكن يعني انا عندي ارتباط مسبق خارج المكان، فانا يعني هلتقي بحضراتكم ان شاء الله يوم الاربعاء في الجلسه الختاميه، وان شاء الله نقيم بقى الشغل البرنامج مع حضراتكم موجود ضيوفنا اللي هيحضروا في اخر اليوم. بأكرر سعادتي بوجود حضراتكم في الأكاديمية، أهلا وسهلا، وبأكرر تقديم حضرتك وأنا أسيبكم سعادتك الدكتور. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. أنا بشرف في تواجدي معاكم وبشرف بدعوة مركز القادة، وبشرف أيضا بهذا الكلام الطيب اللي قالوا عني، اللي أتمنى إن شاء الله يكون في جزء مني يعني من هذا الكلام يعني ينسب ليا. الاستاذ الدكتور محمد صالح قال كلام طيب، يعني يبدو بالفعل انه يعني واخد فكره غلط عني، لكن نتمنى ان يكون في جزء، احاول ان شاء الله من هنا وراح يكون في جزء من الكلام اللي قاله فيا صحيح. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا عن الراي العام، وهو الراي العام. كثير منا بيسمع هذا المصطلح ويعني بالطبع عنده بعض التصورات عن هذا الرأي، واخد بال حضرتك؟ ويمكن هذا الموضوع طبعا موضوع الرأي العام، احنا بندرس طبعا مواد العلوم السياسية بتعددها، ويمكن من ضمن المواد اللي انا بحرص على اختيارها، يعني انا في 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 القسم عندي تكتبون في المادة دي بس، يعني انما كل المواد بسيب كل اعضاء القسم عندنا بيختاروا، او اقول كل واحد يقدر يعني يعطي اي مادة كذا كذا، لكن